خطف الشنطه وجري فخدها وجري خلاص انتهى انتهى. ولكن هي لو قدرت لو هو ماشي في الشارع وحب يخطف منها الشنطه قفشتها هي بتعرف تتصرف زي ما حدش شاف حضرتك اهو خدت الشنطه بشدتها لا دي ساره متدربه بقى ساره بطل الجمهوريه ما شاء الله في التايكوندو في الدفاع عن النفس تمام خدت بال حضرتك بعد كده بصرف النظر بقى عن الشنطه ده وضع الشنطه نعمله تاني عشان الجمهور حضرتك يبص هي ماشيه مثلا انا جيت عشان اخد الشنطه اهو حطيتها خلاص ده انت هايله يا ساره والله بجد في برضو ممكن ساره تبقى ماشيه تعالي كده انا جيت من وراها عشان امسكها كده واجيبها تمام لا وري الحركه الحركه انا هوريها لحضرتك كانك لقيت دراعها انا بمسك ايديها هي بتثبت كده على ايديها كده اهو وتلف كده كوعها فعمل الكسر المعصم بتاع الايد ونزلت بيه فانا طبيعي لازم انزل كده يا اما هكسر كعب رجليها يبقى في الوش اهو خلاص اهو الوش في اي مكان ولا ارتفاعها ضربتك مناخيرك بالذات هنا في هنا كعب الرجل لما ينزل كده هنا اهو ممكن يكسر المكان هنا بس هو طبيعي ان انا امسك كده وهي تمسك كده وتنزل تكسر كده اهو خلاص انا بدات ايه بدات انا كده لازم انزل يا اما هكسر وهي بتنزل بايدي نزلت تحط خلاص تمام هي برضو في وضع تاني لما مثلا ماشي انا مثلا بكلمها وباخدها بشدها على عندي وانا بشدها على عندي بتنزل تكسر كده اهو نزلت اهو حط تاني معلش تاني وانا ماسكها بشدها هي ما بتقاوميش بتشد شويه بشدها بتمشي معايا تروح نازله كده تنزل تكسر المعصم كده اهو بتضغط عليها زي ما انا نزلت تحت لو ما نزلتش تحت اتكسر وبرضه وانا نزل تحت يتكسر لان هي حركه فعاله بس محتاج الموضوع برضه تدريب ما تدريب طبعا سهل. طبعا طبعا وانا مثلا لو في سلاح وماسكه مثلا وهو عايز مثلا ايه عايزها مثلا ايه اخد منها اللي تجيبها او الشنطه مثلا اللي معاها بقول لها مثلا هات ايه اللي معاك هي بتاخد من تمام كده تاني. ممكن تاخد تاخد تاني تكسر تاني ممكن تاخد تكسر انا ماسكه اهو انا بس عايزاكم تعملوا الحركات كمان شويه ببطء ويعني تورينا واحده واحده خطوه خطوه ازاي انا هوريها لحضرتك واحده واحده بحيث ان الجمهور يشوفها مع سلاح مثلا كده اهو طلع مثلا عايزه تاخد اللي معايا او اللي قدامي مثلا اكن هو راجل استاذنك تقرب ناحيتي شويه عشان كده انا اوضح مع سلاح مثلا نفرض ماسك وعايز ياخد اللي معايا طلع اللي معايا انا بعمل ايه لازم باجي كده واطلع كده اروح نازل اهو طلع فات او حاطط ايه بتاع رجلي في الوش خلاص انتهى حتى لو انا اللي متعرضه للموقف ده معاها طفل صغير على ايديها لا دي صعبه قوي دي كمان لو شايله بيبي يعني مش صعب ثاني امسكي لو انا شايل مثلا ايه منافذ ابن صغير على ايدي ماشي وحد مثلا حتى قابلني في السوق وقع مجرد ما بعمل ايه باخد كده واروح نازل كده خلاص انتهى هو عايزه ممكن على فكره تستعمل الشنطه كانها بيبي عشان نشوف بالظبط الحركه ممكن انا مثلا اكن شايل الشنطه وهي ايه ماسكه كده انا شايل الشنطه دي كده صراحه ماسكه السلاح وهكذا اهو وانا انا بخطب انا هتبقى فيها شيء من اللياقه انا ملاحظه حاجه طبعا. يعني وانت بتعمل الحركات طبعا طبعا فيها شيء من اللياقه ولكن كمان كل الحركات اللي انت عملتها كمان فيها شيء من المفاجاه او كثير من المفاجاه بص حضرتك حركات فجائيه اللي نجح الحركه هي اولا مفاجاتها وسرعتها صح والمفاجاه تعلي السرعه